ترنيمة وعود للرب المعبود، برفع صلاة وتسبيح حمد وسجود. ترنيمة وعود لإله الجود، بطلب ملك المسيح على حياتي سود. من فيض القلب عرفان وحب، ترنيمة جديدة برنم للرب، وغني لسيدي لحني وأناشيدي، ورنم لإلهي ما دمت موجود. ترنيمي وعود، ترنيمي وعود، ترنيمي وعود، ترنيمي وعود. سلام المسيح، برحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج ترنيمي وعود. وبرنامجنا اليوم مختلف، لأنه في هالبرنامج رح أجاوب على سؤال سألته وأنا أخت سألتني في السويد، أنه كيف بتحضر فقرة الترنيم. وزي ما قلت منستقبل استفساراتكم وأسئلاتكم وانتقاداتكم على صفحة الفيسبوك أو على العنوان الموجود على الشاشة أمامكم. فسؤالها كان كيف بحضر لفترة الترنيم، كيف بختار الترنيم بفترة التسبيح لو أنا علي القيادة. أولا لو أنا علي قيادة التسبيح مش لازم يكون شيء مختلف كتير عن اللي بعمله يوميا. أنا بحاول أعيش حياتي بتسبيح وأصلي في بيتي وأسبح في بيتي، حتى لما أجي كنيستي مع شعب الله يكون امتداد للي بعمله في البيت. مش بحضر برنامج وباجي بعمل هالبرنامج في الكنيسة. أنا بالأول ممكن عملت هيك مرة أو مرتين، بس لقيت أنه أنا كنت بعيد كليا عن فكرة تسبيح الرب. في تسبيح الرب أنا هو امتداد زي ما قلت لحياتي في بيتي مع عائلتي في كنيستي، نفس الأفكار. فأنا بعيش بصلي في فكرة معينة زي ما يرشدني الرب للقيادة في التسبيح، أرشدني لموضوع الخلاص، بصلي في موضوع الخلاص وبحاول أتأمل وقرأ آيات، ورب يبعث ترانيم. في كتير ترانيم مكتوبة في هالمجال بختارها مراعي سرعة الترنيمة وطبقة الترنيمة. فبيكون صلاتي في البيت وصلاتي مع إخواني هي نفسها، زي أكيد زي فريق الرياضة. الناس اللي بيلعبوا مباريات معينة في الرياضة، لو الشخص نفسه ما تدرب شخصياً لحاله صعب يعطي الفريق إضافة، حيكون تدريبه مع الفريق محدود. فالإنسان لازم يشتغل على نفسه في وقته هو في بيته في تسبيحه. فبصلي بأفكار في بيتي وباجي رب، لما تصلي رب يشحنك في أفكار وفي آيات كتابية بتقراها، بتعطي قدامك، تفتح قدامك آيات وبتفتح قدامك ترانيم تختارها. براعي موضوع الترنيم زي ما قلت، وبراعي الاتجاه في التسبيح، حيكون اتجاهي خلاصي أو اتجاهي تسبيحي بحت. الطبقة اللي بستعملها في الترنيمة طبقة تناسب صوتي وتناسب الترنيم اللي بختارها، وسرعة الترنيم برضو بتفرق. يعني أبتدي بترنيم بطيئة نوعا ما، وبعدين شوي السرعة تزيد. وبرجع بقول هاي برضو فكرة شخصية، مش غلط إنه الإنسان يبدأ سريع، ومش غلط الإنسان يشكل، ومش غلط الإنسان يغير طبقات، لكن هاي فكرة سهلة. أنا الرب فتح قدامي، أعطاني الفكرة هاي، وأنا بس بسأله في صلاتي كيف أسبح وأي اتجاه أخذ. والرب بعت لي لحن مزمور، أو مزمور 13. في مزمور 13 بيبتدي بشكوى وتذمر وأنين، فبيقول له إلى متى يا رب تنساني كل النسيان. عينه على ظروفه في المزمور، تنساني يا رب وظروفي وحياتي وبيتي وأسرتي ومصاريفي. وأول ما يحط عينيه على الرب بتغير كل المشهد، بيقول له أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك، أغني للرب لأنه أحسن إلي. واخترت لهالمزمور طبقة الجي، ومقام جي ماينر أو نهاوند السول. نهاوند السول كمان مرة،
أما أنا فعلى رحمتك توكلت، أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك، يبتهج قلبي بخلاصك، أغني للرب لأنه أحسن إلي، أغني للرب لأنه أحسن إلي. قولوا معي من الأول، أما أنا فعلى رحمتك توكلت، أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك، يبتهج قلبي بخلاصك، يبتهج قلبي بخلاصك، أغني للرب لأنه أحسن إلي، أغني للرب لأنه أحسن إلي. وأنا على نفس الطبقة بختار ترانيم بتناسب السرعة ونفس الطبقة. أنت عظيم 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 يا الله، أنت عظيم 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 يا الله، عظيم في محبتك، عظيم في أمانتك، عظيم في تحريرك، عظيم أيضا في شفائك، أيضا في شفائك. أنت مليكنا، أنت مليكنا، أنت مليكنا، أنت مليكنا، سد علينا الآن ولتملأ المكان بسكيب عجيب من روحك الحنان الآن. أنت مليكنا، أنت مليكنا، أنت مليكنا، أنت مليكنا، بقوة روحك المس قلوبنا واحتياجاتنا، أيضا ترنيمنا الآن. أنت أنت مليكنا، أنت مليكنا، أنت مليكنا، أنت مليكنا، بالروح نعبدك، بالحق نعبدك، ونسجد أمامك،
داعين لك الآن، أنت مليكنا، أنت مليكنا، أنت مليكنا يا رب، أنت مليكنا، أنت مليكنا. أنت عالي فوق كل اسم مهما يكون، عالي فوق السحاب ومال الكون، عالي هنشوف ملكك كل العيون، عالي ملك الملوك وجلالك، مال الوجود حوالينا، تشبه بالضوء قدامك، اسمك عالي يا فدينا، للأنهار بتسقف لك، كل الآلات تعزف لك، ويا رب في كلمة منك كل القلوب تخضع لك. انت عالي فوق كل اسم مهما يكون، عالي فوق السحاب ومال الكون، عالي هتشوف ملكك كل العيون، عالي إلهنا عظيم، إلهنا أمين، وحافظ عدو سنين وسنين، بيطعم شعبه في برية ويطلق أسرى ومسبيه، دانيال ورب داود بنؤمن إنه مازال موجود، بنجي عبيده حسب وعده من سيف جوليان وشب أسود. يا إلهنا الصالح شكرا ليك، مهما بنشكر مش حنوفي، دي مرحلة جيل ورا جيل، وأمانتك ثابتة وما بتزول، أعمالك تشهد لك وتقول يا رب مالكش نظير، في قلب السجن وسط الضيق بتيجي قوة يا أوفى صديق، ونوقف البحر قصاد شعبك تشق وتعمل منه طريق، ما في أبواب ولا أسوار أمامك، تقوى يا جبار، نتغد في مرة ولادك نشوفك وسط أتون النار. يا إلهنا الصالح، إلى آخره من ترانيم جميلة تسبح وتركز على الله وحده ومجده، ويتراءى لكل الموجودين، ونتراءى في محضره، ونكون دايما في هذا المحضر العجيب العظيم. بتمنى تكون الحلقة جاوبت على السؤال، وإن شاء الله بشوفكم في الحلقة الجاي. الرب يكون معكم ويبارك حياتكم. ترنيمي وعود.